ديالي تبات ولد ديالي خلص 5 دراهم قدام داري. والله هذا الامر لا يعقل. وكنقولوا للناس ديال حي السلام وديال حي الكتب الله انه الا كان هذا الامر اليوم فوالله الا ندري ما فاش كنقولوا غدا. هذا من جهه. من جهه ثانيه وانه كان الاولى بالمجلس البلدي انه يضغط وانه يشارك وانه يخوض معركه معنا لانه كيمثل السفينه ديال اصلاح شارع البغريره. هذا ما يلقب شارع البغريره. هذا اللي كله تقاد وكله مخرب. هذا الشارع اللي في مرحله سابقه قاموا الساكنه قاموا بنصدحوا. واش كتخلص شكيل الليمون تريهم بزمينه يا تخلص عليهم جدا ولا الراجل مشى يتقدى خبزه اللي كان عندنا خلص عليها جدا وانا عاد كيهدوني كيقول لي خلص 5 دراهم في الليله على حساب ما حالك وانا ما حالي مسولت وكل شيء محشومه ماشي عادي. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. هذا الوقفه احتجاجي على نتيجه قراء قراء ديال حي النصر من طرف المجلس البلدي. نحن نستنكر هذا العمل اللي كنعتبره بانه عمل يمس الساكنه لان هاد الناس متخذين باش يفكروا في الاصلاح ديالنا ويقدمنا هذا الشارع اللي اصلا حالته حاله بالاضافه الى الجنوبه ديال الجزيئه الكلتوريه اللي حتى هي حاله يرتى لها. كنتفاجئوا بانه تيتكلى شارع النصر. كنجيو سيدي حطوا الطروبيل بلا نمشي لداري كنجي كيقول خلص الدرام زعما هادشي راه حشومه. ولهذا نطالب الناس المسؤولين بانهم يلغيو هادشي ونوضوا يدخلوا صوبوا لنا هاد الشارع قدموا لنا هاد الجزيئه لا حنا لا الناس ديال حي السلام اللي تا هما كيستنكروا هاد العمل هذا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحيه لدارنا. نحن الان نقف هذه الوقفه الاحتجاجيه المهدده بصفقه نعتبرها صفقه فاسده نعتبرها صفقه مخزيه للساكنه ديال الحي الكتبيه في السلام باعتبار ان يتم تفويت هذه الارصفه ديالنا اللي قريبه ومجاوره من المساكن البيوت ديالنا ان يتم تفويتها الى خواص باش يستحلبوا منا باش يخرجوا منا الدراهم. فوالله هذا امر نستنكره. نعم على قلتها نحن الان لا نستنكر فقط قله هذا الامر ديال درهم او درهمين ولا 5 ليره ولكننا راه نتحدث عن المدى الطويل ونتحدث عن 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 صحة عامة تم المساس بها. والله لست أدري لماذا لم يتم قراء الشارع اللي كاين في سيدي بوزيد. الشارع مثلا اللي هنا في الفيلات ما بين الكومبين والخرجة ديال سيدي بوزيد هو من هنا من نخرجوا من إجنان ونمروا على الكتبية كاين واحد الشارع تما اللي هو كبير وكنلقاو أنه في السيارات ديال السكان ديال الفيلات أعداد كبيرة. علاش ما يكريوش هذاك الشارع؟ الأولى كانت تما واحد العدد ديال السيارات اكبر ربما هنايا. اذا كان الاولى ان يتم احترام المواطن لا ان يتم الزج به في صراعات مع حراس السيارات اللي كيكونوا هنا. فوالله هذا امر ننكره ونرفضه ونلتمس من المجلس البلدي ان يتراجع عنه لانه مجحف في حقنا. والله هذا امر نعتبره منقصه من ساكنه حي الكتبيه. وشكرا. السلام عليكم. خويا شو هضره غايجي يدخل كيلو ديال الليمون ب 120 ريال ويخلص عليه 2 دراهم والراجل غيطلع للدار وطروبيلتو غايمشي يجيب خبزه ب 2 دراهم 24 وخلص عليه 2 دراهم كاين هذا ولا ما كاينش؟ يلاه إذا حشومه بالله الله يعفو علينا هذا الله يسلمك. معكم فرحات محمد رئيس جمعية كتبية التنمية والتضامن. ديرنا هاد الوقفة الاحتجاجية هنايا ساكنة التجزئة الكتبية اللي كاين ونديد ونعبر عن غضبنا بما قام به المجلس البلدي بكراء هذا الشارع هذا كراء شارع السكوري اللي هو طرق الحج وكراء شارع النصر. شارع النصر كان يكون كراء ديالو لان كنعتبروه مزاج المواطن. هذا شارع فيه السكان فيه الشقق حتى فيها عباره عن الشقق ما عندناش لي باركي ما عندناش تجهيزات ما عندناش بنيه تحتيه. الطرقان
كاين اللي غير معبادة. هذا الشارع النصر هذا كيسمى شارع الغريرة، معروف بأسفل شارع الغريرة، في حفار كثيرة، فما بالك بالداخل، الأزقة الداخلية مش غير معبدة كاع نهائيا، كاين أزقة اللي غير معبدة. ومشينا البلدية مرارا وعدنا السيد رئيس البلدية أنه غادي يكونوا الإصلاحات، ديك الساعة مازال حنا الإصلاحات لا والو. نقول رئيس البلدية كفاكم حسابات انتخابية، كفاكم حسابات حزبية، شوفوا الإصلاحة ديال المواطنين. المواطن راه وصلت ليه العظم، كنخلصوا الضرائب، بغينا الحقوق ديالنا ماشي غير الواجبات، كنخلصوا جميع انواع الضرائب، كنخلصوا الضريبة على التلفية، كنخلصوا الضريبة على الدخل، كنخلصوا الضريبة على السيارات، باش نستافدوا منها، اش كنستافدوا من الغبار والاسبال، هادشي راه عيد. الله يجازيكم بخير، كنلتمسوا من مجلس البلدي ومن السيد عامل الاقليم الاسفي باش يشوف المصالح ديال المواطنين ويجري لنا في اصلاح الشارع هذا اللي هو الشارع الرئيسي ديال التجزئه ديالنا، والشوارع الداخليه ومكان الاناره السلام عليكم. انا اخويا عندي مشكل مع المول باركينغ، من نهار جا الباركينغ هنا وحنا نقول لك الصراحه اللي كاين، وحنا ما بقاوش كليين اصلا كيجيو عندنا كاع شي سيمور، وحنا مريحين بقيت داك البائس اللي كنا كنبيعو ونشرو. مشكل السيد كيجي كتقدر لك كيلو طماطيش هاد ستيم، كيقول لك اودي انا غنخلص كيلو طماطيش هاد ستيم و40 ديال الباركينغ كاين درهم. يمكنش لينا حنا خويا، حنا مضرورين بزاف دابا، مشات هادشي بقى علينا هنا، حنا غادي نسدو وغنمشيو. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.